يسأل ويقول: هل يجوز الوضوء بماء متغير طعمه ولونه ورائحته بطاهر؟ ماذا سوي ذلك على الصحيح؟ الحمد لله، ما دام أن اسم الماء باطن عليه فلا بأس بالوضوء به ولو تغير بطاهر لم يسلبه الاسم. أما إذا سلب اسم الماء فإنه لا يجوز التطهر به، لو غلب عليه اسم آخر فإنه لا يتطهر به، لأنه ليس بماء مطلق. الله تعالى إنما جعل الماء المطلق هو الذي يتطهر به.